الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى كتاب الجهاد، ما زلنا مع قتل الأسرى. نعم، هذا الباب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب أم البنت أم للزوج، محرم له في كل شيء، ينفرد بها، يمشي بها، يسافر بها، يقبل رأسها، يقبل يدها، وهي أمه، لأن التحريم هو تحريم أبدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب، شوفونا بقى، كان زوجها العاص ابن أبي العاص كان أسيرا، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظر الوفاء إلى خديجة، رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها، فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجع من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيها به. انظر، هذا أمر عجيب جدا في هذا الباب، وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه فدى أهل بدر، وكان عمر بن الخطاب يعني لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، قال: أبكياني معكما، إن كان بكيت وإن لم أستطع فأكون أتبكى. فقالوا: على أسارة بدر، وأن الله جعل أنزل عليهم عتابا، لولا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فطلبوا من أهل مكة الفداء، فكانوا يفدون أنفسهم بالألاف، لأن ورد 4000 3000. هذا الحديث نحن نسيناه، سنأتي عليه إن شاء الله. وكان فيهم أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها، فبعثت بالمال، وبعثت في المال فدا له، وبعثت في المال قلادة لخديجة رضي الله عنها رضاه. فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم، رق لها النبي وعطف. تقول عائشة: فلما رأى القيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها، لان قلبه واستعبر وتذكر عهد خديجة رضي الله عنها رضاه، وقالت: رق لها رقة شديدة من حب، من فرط حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها رضاه. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أو تفكوا لها يعني لزينب أسيرها وهو زوجها أبو العاص، المسألة إليكم، لأنه استقرت الغنائم، وترد عليها المال فالذي لها هو المال الذي أرسلت وفيه قلادة خديجة رضي الله عنها رضاها. فقالوا: نعم يا رسول الله، نفعل، يعني نفعل كرامة، نعم يا رسول الله. فأطلقوا سراحه ورد عليه قلادة خديجة رضي الله عنها رضاها. كان رسول الله أخذ عليه العهد أنه إذا ذهب يبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلى سبيلها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء من ضربها فسقطت فأسقطت. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الكافر لا يستحق المسلم، ولا يمكن للكافر يكون له مكان عند المسلم، وإن كان المسلم ينكح أهل الكتاب لكنه يحسن إليهم، وأخلاقياته تجمعهم إلى خلق واحد، حتى يصلي كل واحد منهم، أو يصلون الجماعة، حتى يصلون الجماعة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار، فقال رسول الله: كونا أي أقيمة ببطن يأجج. هذا مكان من مكة على 8 أميال، حتى تمر بكما زينب فتصحبها حتى تأتي بها إلى المدينة. وقد كان كفار قريش سألوا أبو العاص أن يطلق زينب بنت رسول الله كما طلق ولد أبي بهر أبي لهب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية أم كلثوم قبل الدخول بهما، وقالوا له: نزوجك أي امرأة من قريش شئت، فأبى ذلك، وقال: والله لا أفارق صحابتي، الله أكبر، أو لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها
100 امرأة أو امرأة من قريش، فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعده من الأوفياء. فلما أسر يوم بدر أطلقه رسول الله ورد عليه فداه، وشرط عليه أن يخلي سبيل زينب أن تهاجر المدينة. فلما وصلوا العصر بمكة أرسلها وكانت حاملا، فخرج في طلبها هبار بن الأسود علي بن المستحق ورجل أخر حتى أدركها بذي طوى ونخس البعير، فوقعت فألقت حملها، ثم وصلت بطن يأجج عند زيد بن حارثة ورجل من الأنصار فصحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه، العبد الأربعة من 57 عن أبي الأمين، هو ترجمان القرآن حبر هذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فدا أهل الجاهلية يوم بدر 400. الحق أنه وصل في الفدا في أهل مكة من 4000 إلى 3000 إلى 2000 إلى 1000 ومن 400 أيضا. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من لم يكن ليس له مال، ويكون عالما عارفا قارئا، أنه يعلم 10 القراءة والكتابة يكون هذا الفدا له. وكان العباس قد أسر ببدر فافتدى بنفسه 40 وقيا من ذهب. وأيضا عنده عن أشعث عن مسرين عن عبيدة قال كان فداء أسار بدر 100 وقية والأوقية 40 درهما، ومن الدنانير 6 دنانير. وقد أخذ من مطلب ابن أبي المطلب من عداء من وداعة في فداء أبيه 4000 درهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصحاب لما رأى أبا وداعة أسيرا إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا، يعني له مال كثير، وكان به قد جاء في طلب الفدا فافتدى أباه 4000 درهم. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على جواز الفدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. وكان يعني فيها أيضا مسألة أخيرة، وهي موافقة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، موافقة أبي بكر للقدر، لأن عمر أشار بالقتل، والله جل وعلا عاتب على الفدا، قال الله تعالى ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ولكنه أسخن في الأرض وكان ولم يكن له أسرى إلا أنه يعني أو كانت الأسرى على الردة وغير ذلك، حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه نسخ ذلك بأن أبا بكر عندما قال له نأخذ الفدا ويكون عونا لك كان قوله راجحا، لأن النبي لغى، لأن الله جل وعلا الذي عاتبه في ذلك أقر بما فعل وأحل لهم الغنائم. نعم الخلق الوفاء. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة عندما رأى قلادتها رق له. قلنا موافقة أبا بكر للقدر، النفقة كل بحسب ما يملك، من أين يؤخذ ذلك؟ يؤخذ أن حتى في الأسر كان الفدا على قدر ما يملكون، لأن استعلى عباس يعني افتدى نفسه ب40 أوقية من ذهب. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.